بعد ما سمعنا عن الحادثه بتاعت محطه مصر والشاب اللي انقذ ارواح كتير، وامبارح كان في حادثه ان في شاب انقذ 3 اطفال من النار، فقول لي ايه رايك في شمت الشعب المصري؟ الشعب المصري معروف يعني اللي هو طيب وشبابه الشباب لسه في خير في البلد. يعني احنا كمصريين لازم يكون فينا الشهامه دي، يعني مش لازم حد يتكلم عننا او حد يقول لنا نعمل ايه، احنا ده واجب علينا طبعا. فالشعب المصري معروف عامه في الدول كلها ان هو يعني شعب شهم في كل حاجه، بالنسبه للشباب، بالنسبه لكل حاجه، ان حد شاف اي حد في اي موقف، مش بس ما ان هو مثلا يبقى حتى موقف بطولي، هو ممكن ما يقصدش ان هو يبقى موقف بطولي، هو ممكن هو بيعمل موقف ده ان هو ينقذ مثلا روح بني ادم، او بينقذ مثلا واحده او اي حد ايا كان، او اي عامه ايه هو. فمش بيبقى مثلا هو بيقصد ان هو يتشهر ولا ان هو يبقى موقف بطولي، هو بيعمل اللي هو الواجب اللي هو على اي شعب مصري ان هو يعمله، او اي شاب مصري. من رايي ان الشعب المصري يعني شعب بطبيعته بيحب يساعد الناس وكده، شعب متعاون وكده، يعني لما مثلا بيلاقي مشكله او اي حاجه دايما بيقف مع، يعني بيحب يساعد وكده. حسن الشعب المصري اصلا مشهور بان هو شهم وان هو بيساعد الناس. هو الشهامه موجوده برضو لحد يوم القيامه، يعني مش هتنتهي من الشعب المصري. طبعا عندنا الشهامه موجوده على طول طبعا. والله هو طبعا اللي حصل ساعه القطر ده، طبعا الراجل اللي انقذ ناس كتير ربنا يجازيه خير. وامبارح برضو كان في واحد انقذ تقريبا اللي هو الاطفال اللي كانوا في الدور الرابع ده، فان شاء الله يعني نتمنى ان الشعب المصري يقف جنب بعض ويبقى في شهامه، عشان لازم يبقى في كده يعني في البلد. انت لو اتحطيت في موقف ان قدامك حادثه وممكن تنقذ حد، ممكن تغامر بنفسك وتنقذ؟ اكيد طبعا، ده الطبيعي من اي شعب مصري، من اي شاب مصري او اي مصري انه يعمل كده. اكيد طبعا، حتى لو انا لو هيجرى لي حاجه او لا قدر الله لو انا جرى لي حاجه، انا مش ساعتها مش هبقى افكر في اي حاجه او في نفسي، انا هفكر ان انا انقذ اي روح اشوفها مضروره مثلا قدامي او فيها اي حاجه او هي في خطر. لا اكيد اكيد لازم اساعده، طالما في مقدرتي ان انا اعمل كده اكيد هساعده، مش هتردد. كله على الله بقى، طالما هو في ازمه لازم اقف جنبه.